ان شاء الله بخير، بارك الله فيكم، الله يكرمكم جميعا ويسلمكم ويحفظكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نحن إن شاء الله نتكلم الآن عن أمر عظيم، معجزة باهرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم معجزات، كل الأنبياء لهم معجزات، والقرآن أخبرنا عن عدد من معجزات موسى وعيسى وإبراهيم وصالح، وكثير من الأنبياء ما بلغتنا أخبار معجزاتهم، لكن كل نبي له معجزة، وأكثر الأنبياء معجزات هو رسول الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى كل الأنبياء وسلم. أعظم معجزات النبي على الإطلاق القرآن، أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق القرآن العظيم، لكن الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات. الإسراء والمعراج معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الباهرة العظيمة. والمقصود من المعراج، شو يعني المعراج؟ العروج، يعني الصعود، لأن الرسول عليه السلام كان في الأرض في مكة المكرمة في بيت أم هانئ. مين بتكون أم هانئ؟ بنت عم للرسول عليه الصلاة والسلام، أخت سيدنا علي وجعفر. كان الرسول عليه السلام نائما عندهم مع عمه، مين؟ حمزة، عمه حمزة، وابن عمه جعفر اللي هو خيها لصاحبة البيت. فالإسراء كان في الأرض، الإسراء كان في الأرض من مكة المكرمة، من أجياد، منطقة اسمها أجياد قرب الكعبة، ها، عند المسجد الحرام، من بيت أم هانئ أخذه جبريل، وكان معه البراق، والبراق دابة من الجنة. وفي الأرض انتقل صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليهما السلام من مكة المكرمة على عدة مواضع: مدين، مدينة النبي شعيب، طور سيناء، الجبل المبارك الذي كان موسى عليه الصلاة والسلام عنده عندما سمع كلام الله، والله ليس حالا في الجبل وليس حالا في العرش أو السماء أو الفضاء، كلام الله ليس ككلام العالمين. موسى هو كان عند جبل الطور، أما الله عز وجل موجود بلا مكان، أما الله موجود بلا مكان، لأن الذي له مكان محتاج، عاجز، والعاجز لا يكون إلها. وذهب عليه الصلاة والسلام في الأرض في الإسراء أيضا، مر على المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها، وعلى بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، ومر أيضا على قبر ماشطة، ماشطة بنت فرعون، وكانت مسلمة مؤمنة تابعة لموسى على دين الإسلام. وذهب أيضا إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء في الأرض. أما المعراج اللي بدنا نحكي عنه هو العروج، يعني الصعود من بيت المقدس بعدما صلى إماما بالأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام، وطلع من المسجد الأقصى، عرج به إلى السماوات العلى، مد له المرقات، وكان المعراج على المرقات. أما الإسراء كان على البراق. الإسراء على ماذا كان؟ على البراق. أما المعراج على المرقات. شو المرقات؟ شيء ضخم كبير يشبه السلم، له درجة من ذهب ودرجة من فضة، يبهر الأنظار، يكون له منظر عجيب في الجمال، مد من السماوات إلى الأرض. فطلع الرسول عليه السلام عليه بلحظات خفيفة، قطع هذه المسافات 500 سنة، وكذلك ما بين سماء وسماء إلى السماء السابعة، إلى العرش، إلى الجنة التي سقفها العرش،
لأنه قال ورأيت الجنة ودخلتها، وصل إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. إذن شو المقصود من المعراج؟ هو تشريف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني زيادة في تكريمه، زيادة في علو مقامه ومنزلته صلى الله عليه وسلم. لذلك أعطاه الله هذه المعجزة فطلع إلى السماوات العلى. هلا هون يلي بيسموهن الدول العظمى بيتباهوا انه طلعوا بصاروخ وطيارة على الفضاء، الفضاء هذا القريب ليس إلى السماوات. الرسول طلع خرق الفضاء والسماء الأولى إلى السابعة حتى وصل إلى الجنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام الله خرق له العادات وأعطاه المعجزات وأيده بالخوارق الباهرات. فوصل الرسول عليه السلام إلى السماوات ورأى فيها العجائب، مثل شو؟ سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، هذه الشجرة العظيمة التي أصلها في السادسة تعلو إلى السابعة، يعني أكثر من 500 عام تعلو إلى يمين العرش. هناك عند سدرة المنتهى في السماء السادسة رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية العظيمة. وجبريل له خلقة كبيرة في الأرض، عندما ظهر للنبي عليه السلام كان فرد جناحين من أجنحته فسد أفق السماء والأرض وأفق المشرق والمغرب. عندما رأى ذلك الرسول أغمي عليه، ثم أفاق، ضمه جبريل إلى صدره فقال يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. هناك عند سدرة المنتهى رآه مرة ثانية على خلقته الأصلية، على صورته الأصلية، لكن لم يغمى عليه كما في الأرض، لأنه قبل أن يسرى ويعرج به شق صدره الشريف وغسل قلبه بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا ليتهيأ لمشاهدة العجائب العظيمة الباهرة في العالم العلوي بقلب قوي. فلم يغمى عليه كما في المرة الأولى في الأرض. وهناك صار بينه وبين جبريل اقتراب بالمسافة، الله يقول قاب قوسين أو أدنى، يعني قدر ذراعين. العرب تسمي هذا الذراع قوسا لأنهم يقيسون به. قاب قوسين يعني قدر ذراعين أو أدنى بل أقل، صار بين جبريل ومحمد عليهما السلام، وليس بين الله ومحمد، لأن الله موجود بلا مكان، لأن الله موجود بلا مكان بلا جهة. من الذي خلق السماء؟ الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. من الذي خلق السماوات؟ الله، يعني كان قبلها، يعني ليس فيها. من الذي خلق العرش؟ الله، وهو رب العرش العظيم، يعني ليس ساكنا فيه، ليس جالسا عليه، بل موجود بلا مكان. دائما تذكروا كل شيء له مكان هو مخلوق، كل شيء له مكان هو محتاج. إذن هناك كان الدنو والتدلي، جبريل عليه السلام تدلى من علو ثم دنا، اقترب من الرسول عليهما السلام حتى صار بينهما كالذراعين أو أدنى بل أقل من ذلك. إذن الآن فهمنا معنى الآية ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، بين مين ومين؟ جبريل ومحمد. بين من ومن؟ بين من ومن؟ جبريل ومحمد عليهما السلام، وليس بين الله ومحمد، لأن الله تعالى ليس جسما وليس له مكان، هو خالق العالمين، قبل العالم كان موجودا بلا مكان. ثم ما الدليل أن الله لا يسكن السماء؟ الله قال في القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،
تفنى وتزول والله باق لا يزول. الله يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تفنى. أما الله هو الأول والآخر الأزلي الأبدي، ليس له بداية وليس له نهاية. إذن المعراج المقصود منه تشريف الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرى العجائب من مخلوقات الله في العالم العلوي بقلب قوي، زيادة في تشريفه وتكريمه. هذا المقصود من المعراج، وليس كما يقول الكفار الله يسكن السماء وطلع النبي إليه وأزيحت الستارة فدخل فاجتمع به هناك. هذا لا يليق بالله. السماء مسكن من؟ الملائكة. السماء مسكن من؟ الملائكة. والمسيح عليه السلام لا زال فيها، والأنبياء ليلة المعراج عدد منهم طلعوا إلى السماوات. لا يجوز أن يكون الله عز وجل في جهة أو في مكان أو مخالطا للملائكة والأنبياء أو للمخلوقات، لأن الله قال ليس كمثله شيء. هذا قرآن، هذه الآية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء. إذن شو المقصود من المعراج؟ شو المقصود من المعراج؟ تشريف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن يصل إلى مكان الله يسكنه كما يقول الكفار. شو الدليل؟ الله قال لنريه من آياتنا. ماذا قال؟ لنريه من آياتنا، ما قال ليصل إلى مكان نحن فيه. لا، الله تعالى منزه عن الجهات والأماكن وعن القعود والجلوس. هذا باختصار جدا المقصود من المعراج. إن شاء الله في المرة المقبلة نتكلم عن بعض العجائب التي رآها في الأرض في الإسراء. هل اليوم قلنا من أين إلى أين كان الإسراء، وأنه كان على البراق، وشرحنا شو معنيت المعراج ولماذا المعراج، لكن العجائب التي رآها بعد ما تكلمنا عنها، إن شاء الله في المرة المقبلة نتكلم عن بعض هذه العجائب التي رآها في الأرض في الإسراء أو في المعراج. والحمد لله رب العالمين، بارك الله بكم وأحسن إليكم، وفقكم الله وحفظكم، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله، بارك الله فيكم جميعا، الله يحسن إليكم. السلام عليكم.